بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتور أشرف صلاح الدين، مستشار الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بالقوات المسلحة. يعني بمناسبة حضورنا لمؤتمر 25 لأمراض الأنف والجيوب الأنفية، بنحب نوجه بعض النصائح لمرضى الأنف والأذن عموما فيما يخص المشكلات الشائعة في أمراض الجيوب الأنفية والأنف. يمكن أكتر حاجة بيشتكي منها الناس حاليا ولفترات طويلة هي حساسية الأنف. حساسية الأنف ده مرض مرتبط بعيوب معينة في الجهاز المناعي بتاعة الشخص، إنه بيكون أجسام مضادة لما بيتعرض لبعض المؤثرات الخارجية زي الأتربة، زي العفار، زي التلوثات الكيميائية. نصايحنا للناس هنلخصها بشدة، إنه أهم حاجة في تجنب حساسية الأنف وفي علاج حساسية الأنف إننا ما نتعرضش للعوامل المؤثرة لكده. يعني ناس كتيرة من اللي بيجيلها الحساسية الحقيقة مثلا بيدخنوا، فإحنا تملي بنقول إن التدخين بيأثر سلبا جدا في مرضى حساسية الأنف. تعرض للتلوث بصفة متكررة، القعدة في مكان فيه أبخرة، في روايح نفاذة، في كيماويات، كل ده لازم نبعد عنه. النصيحة الأولى لمرضى الجيوب الأنفية هو البعد عن مصادر التلوث. النصيحة الثانية إن إحنا لازم نفرق ما بين أدوار الحساسية وما بين الالتهابات البسيطة. الناس بتعتقد إنه إن الحساسية دي نوع من البرد، بيجي يقول أنا بقالي شهر عندي برد. لا، الحقيقة نزلات البرد لا تتعدى أسبوع 10 أيام، لما بتطول عن كده بتبقى حساسية ولازم نتعرض على أخصائي أنف وأذن عشان يقوم بالعلاجات اللازمة، سواء كانت في صورة أدوية حساسية، سواء كانت في صورة بخاخات موضعية فيها مادة الكورتيزون. وأنا هنا بحب أطمن الناس على أنه بخاخات الكورتيزون الموضعي ما فيش فيها مشاكل لو خدناها، لأنه عادة اسم كورتيزون ده بيقلق بعض الناس. الحاجة الأخرى أن برضو نحب ننبه ليها، أنه قد تتطور هذه الحساسية أنها تكون لنا لحميات متعددة جوه الأنف والجيوب الأنفية، وهنا بنبقى انتقلنا لموضوع آخر علاجه ما بقاش دوائي لكن علاجه بقى جراحي. ويمكن التطور الجراحي في علاجات الجيوب الأنفية يعني حصل فيه طفرة في السنين الأخيرة، وده اللي بيتناقش في مؤتمر اللي احنا فيه النهاردة. الجراحات بقت دقيقة، الجراحات بتقدر توصلنا لأدق الأماكن جوه الجيوب الأنفية اللي هي شبكة معقدة جدا جوه الراس. فبطمن الناس انه العلاجات بقت متاحة، لكن من الأول كده النصيحة الرئيسية، الحساسية مرض مرتبط بالجسم كعيب في جهاز المناعي، ومرتبط كمان بالبيئة اللي احنا فيها، فنحاول نحسن البيئة على قد ما نقدر، وده اللي يقدر يوصلنا لنتيجة مرضية إن شاء الله. وسرعة التشخيص وسرعة العلاج شيء مهم جدا علشان نوصل لنتيجة كويسة. أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله تكون نصايح مفيدة للجميع.